الان اتحول للبنك الاهلي. البنك كان عنده لقاء امام نادي الزمالك وكان متقدما، ثم تعادل الزمالك وفاز في نقاط المباراه، فاز وحصل على نقاط المباراه الثلاث في هذا اللقاء. انا معايا على التليفون ست اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي. ست اللواء اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل. ربنا يخليك يا كابتن ابراهيم، مساء الخير، وبتشرف دايما ان انا مع حضرتك ربنا يبارك في عمرك، ودايما من اشد المتابعين لبرنامجك. يعني على راسي يا فندم، على راسي. خليني اسالك تفاصيل جلستك النهارده مع الجهاز الفني واللاعبين. والله يا كابتن ابراهيم، طبعا احنا يعني عملنا شغل قبل بدايه الموسم، سواء في التدعيمات اللي كانت مطلوبه من المدير الفني باسماء يعني كويسه ومراكز، وعملنا فترة بصراحة ما قصرتوش في الأسماء، يعني كل الناس لما تيجي تتكلم بيقول لك واحدة من التدعيمات اللي محسوبة كويس قوي هي تدعيمات البنك كذا، الأهلي. وكانت يعني في الأماكن اللي المدير الفني محتاجها، الأسماء اللي هو كان مرشحها، وعملنا برضه فترة إعداد كويسة. لكن طبعا كانت البداية بالنسبة لنا مش كويسة خالص، بالذات ماتش الجيش اللي احنا بدأنا بيه الدوري. وايا كان طبعا الدوري طويل وكل حاجه، بس يا كابتن ابراهيم زي ما كنت بتكلم معاهم قبل الموسم، البدايات مهمه جدا، بدايات بتفرق طبعا، بتفرق جامد جدا جدا. ولكن يعني حضرتك عارف كره القدم، يعني النهارده زعلت منهم بسبب ماتش الزمالك؟ لا، ماتش الزمالك والله هم أدوا كويس، طبعا يعني في كده سلبيه، واعتقد يعني ان هي محتاجه علاج، وانا اتكلمت معاهم فيها، اللي هي ما بتكملش الماتش بنفس القوه ونفس الحماس ونفس الاداء، وتقدر ان انت يعني تتعامل مع المباراه على اساس ان هي بتنتهي بصفات الحكم. يعني ما فيش مباراه تطمئن اليها او تطمئن الى النتيجه خلاص. صحيح، وبعدين انت بتلعب الزمالك، يعني بتلعب الزمالك، بتلعب الزمالك ايا كان 10 11 بتلعب الزمالك يعني، وبعدين انت يعني في اي لحظه ممكن يجي يجون. فطبعا يعني دي اتكلمنا معاهم فيها، ولكن الحته ابراهيم اللي مطمني طبعا يعني نفسيا، ان الحمد لله زي ما حضرتك قلت التدعيمات كويسه. الفريق يمكن بس في بعض العناصر اللي احنا جبناها، التدعيمات جت في وقت قريب قوي من بدايه الموسم، ويمكن لما شاركت ما كانش حصل لسه الانسجام الكامل المطلوب. ايوه، عندنا فتره توقف اسبوعين كويسين جدا، ممكن ان احنا نتفادى السلبيه دي ان شاء الله. وده كان كلامي معاهم. وبعدين برضه يعني انا لاحظت ان هو يعني ماتش بيراميدز كاداء بالنسبه لنا، وان كانت النتيجه مش كويسه، ولكن افضل من ماتش الجيش. ماتش الزمالك برضه الاداء افضل من ماتش بيراميدز، فان شاء الله بنتعشى من وقعتوا عليهم عقوبات هي الاكبر قد تكون بالنسبه للاعيبه البنك الاهلي بعد ماتش الزمالك. لا والله انا الكلام النهارده كله كان على اساس ان هو يعني خلاص رديت من صفحه الثلاث ماتشات اللي فاتوا، بس وقعت عليهم عقوبه صح كده؟ بنبدا نستعد بقى للي جاي ان شاء الله بروح ثانيه وعزيمه ثانيه وجو جديد ان شاء الله. طب حضرتك ما جاوبتنيش على العقوبه، ما اعرفش حضرتك سامعني؟ لا، العقوبه دي مش من اختصاص رئيس النادي خالص. ما مش من اختصاصك؟ مدير الكوره مثلا يعني؟ يعني ما ممكن في جهاز اداري وفي مشرف على الكوره وفي مشرف على الفريق، لكن انا كلامي معاهم النهارده كان في النقطه اللي انا بقول لحضرتك عليها. طيب بسال الموقف بقى، موقف حضرتك مع المدير الفني بابا فاسيليو، شايف ايه الموضوع ماشي ازاي في الاتجاه بتاع تدعيم وتجديد الثقه؟ ما بحبش كلمه تجديد الثقه، بس شايف ان هو الراجل مكمل مع الفريق ولا ممكن يكون في تغييرات؟ لا ان شاء الله مكمل معانا، هو مدير فني عنده امكانيات عاليه. يعني الموسم اللي فات يا كابتن ابراهيم هو بدا معانا من الدور الثاني تقريبا، كنا 12 نقطه وقدرنا نحصد في الدور الثاني 27 نقطه، وننهي الموسم 39 نقطه، شيء جيد للبدايه اللي ما كانتش كويسه. وده طبعا مش ما بيجيش من فراغ، وكان المفروض ان احنا نبني على اللي احنا انتهينا بيه الموسم اللي فات، لكن ما جاتش البدايات كويسه. فان شاء الله انا شايف ان هو عنده القدره ان هو ان شاء الله يبقى الفتره اللي جايه نقدر ان احنا يحط ايده على السلبيات ويعالجها. ان شاء الله باذن الله يعني نشوف نادي البنك الاهلي وفريق نادي البنك الاهلي في النتائج والاداء اللي احنا متوقعينه منه باذن الله. هل فعلا حضرتك عايز ناصر منسي تاني ترجعه على سبيل الاعاره من نادي الزمالك، ولا الكلام ده مش حقيقي؟
لا والله هو كان في كلام قبل بدايه الموسم يا كابتن ابراهيم، بس طبعا جت الظروف بتاعه وقف القيد الزمالك، فطبعا يعني كان من المنطقي زي ما احنا يعني خدنا رد ان هو يعني هيحافظ على القوام اللي موجود عنده بالنظر ان مفيش تدعيمات جديده. طيب انا بفتكر اول مداخله عملتها مع حضرتك اول ما البنك الاهلي صعد الى بطوله الدوري المصري الممتاز، واما وانه في ثلاث سنين او ثلاث مواسم انجاز التعبير مرت على تواجد البنك الاهلي في الدوري المصري، وكل موسم عن الثاني بيظهر قوه الفريق وبتظهر الشخصيه بتاعه الفريق. مدى رضاك عن المشوار او المشروع كله، وهل وصل للي انت عايزه واللي كنت بتحلم بيه، ولا اكتر ولا اقل؟ لا طبعا اقل. اقل لان طبعا لما احنا نكون الموسم اللي قبل اللي فات احنا ناهيين الموسم في المركز السابع على ما اتذكر 46 نقطه. ايوه. كان المفروض الموسم اللي فات دوت يبقى افضل من الموسم اللي قبليه، ولكن طبعا ما جاتش الظروف موافيه وجت التغييرات بتاعت الاجهزه الفنيه اللي احنا اضطرينا اليها. فطبعا ما كانش هو ده ولا المركز ولا الاداء اللي مطلوب. بنتعشم ان احنا ان شاء الله السنه دي نحقق الطموح بتاعنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تمنياتي ليكم بكل التوفيق، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا يا سياده اللواء. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا يا كابتن ابراهيم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي.